انا اسمي محمد ابو عميره، انا عضو لجنه الصحافه في نشاط سينكرو. ايه سينكرو ده؟ سينكرو ده نموذج محاكاه للمرصد القومي للطفل. المرصد القومي للطفل ده بيهتم بقضيه حقوق الطفل وبيهتم بقضيه اطفال بلا مأوى تحديدا. احنا هنا فكرنا لما نيجي نعمل نموذج محاكاه في الجامعه قلنا لا، نعمل نشاط محاكاه نموذج مرصد القومي للطفل، لان احنا كنا عايزين نهتم بقضيه الطفل ونحاول نوعي الناس بيها. احنا عندنا في النموذج بنقدم 3 مشاريع بيتعاملوا مع اطفال الشوارع واطفال المدارس الخاصه، وبنقدم عندنا لجنه ابحاث القاهرة كلها. فبدأت تكلمني، قعدت تحكي لي ده احنا بنتكلم عن حقوق الطفل وكذا كذا. فقلت لا، يعني انتي مش شايفة لسه المحاضرة اللي احنا واخدينها عاملة ازاي؟ احنا عندنا النهارده هو ده يوم الكونفرنس بتاعنا والكلوزنج. نعمل فيه ايه؟ الكونفرنس ده بيكون زي المؤتمر الختامي. عندنا كل مشروع بيجي يعرض هو وصل لايه. يجي عندنا مشروع تنميم مثلا كان بينزل لاطفال الشوارع بيعمل ابحاث عنهم، بيجي يعرض نتائج المشاريع اللي وصل لها. عندنا مشروع تاني، مشروع اسمه كوب، ده بينزل لاطفال منطقه بطن البقره، بيجي النهارده بيعرض ابحاثه وما توصل ليه من خلال نزوله للشارع. وكذلك مشروع كوميونتي، ده اللي هو كان بينزل لاطفال المدارس الخاصه وبيحاول يكسر الفجوه اللي ما بينهم وما بين الاطفال الشوارع. وبرده عندنا لجان الابحاث النهارده بتيجي تعرض مشروعاتهم والحاجات اللي توصلوا بيها. ده غير برده ان في حفل ختامي، ده زي بيكون تكريم للطلبه وتكريم لاعضاء النموذج على الابتداء يعني اللي عملوه من اول سنه لغايه دلوقتي. يا عم بالراحه. مش حاجه يا عم، انت بتنصر على فكره. خلاص يا خالد، ايش هذا؟ طيب كويس، شكرا يا باشا. تمام.